بسم الله الرحمن الرحيم. معدنا إن شاء الله مع الدرس 11 من سلسلة الديناميك أكشن. هناخد فيه إيفنت مهم جدا اسمه Before Page Submit. وعشان ناخده أنا عملت شوية مثال صغير كده عشان نفهمه قوي، عشان نفهم ميزته. تمام، أنا عندي هنا في الصفحة عملت 2 ديناميك أكشن، واحد في البيج لود. تمام، في البيج لود أنا عملت ديسيبل للأيتم اللي هو اسمه الكوميشن. الايتم كوميشن بقى ديسيبل، ادي اول واحد. تاني حاجة برضو تمام، جيت كوميشن انا عملت في التشينج بتاع الايتم السالري ان لما يحصل تغيير في السالري احط الكوميشن قيمة ثابتة اللي هي حوالي 10%. تمام، وعملتها فاير انشاليزيشن عشان برضو تتحقق اول ما افتح الصفحة. هنشوف دول الاول. انا لما افتح الصفحه في البيج لود ده بيبقى ديسيبل، وطبعا برضو في تغيير السالري القيمه دي بتتغير، بس بما ان انا عامل فاير انشاليزيشن فهي بتتغير برضو وانا بلود الصفحه. طيب لو انتوا فاكرين حد فيكم قبل المشكله دي، ان انت ساعات عندك ايتم جوه الصفحه هو جوه التيبل بس انت عايز تعمله ديسيبل. الويب الكونسبت بتاع الويب اتش تي ام الفورم بتاع الويب ما بيقبلش انك تاخد قيمه من ايتم معمول له ديسيبل. فبالتالي انا لو رحت دلوقتي على القيمه دي كوميشن دلوقتي بقى 10، لو انا عملت سيف هل هياخد قيمه ال 10؟ ما خدش قيمه ال 10، ما خدش قيم اصلا منها. تاني ده الريكورد ده عشان نبقى رايحين. تعالى نروح للريكورد ده الاولاني اللي هو اصلا قيمته 10. لو عملت سيف القيمه اللي هنا 10% المفترض ياخدها، ما بياخدهاش لان الايتم ده معمول له سيف. طب حلها ايه؟ الحل المتاح دلوقتي ان انت تعمل دايناميك اكشن قبل ما الصفحه تصبمت. قبل ما الصفحه تصبمت هنروح نعمل انيبل للايتم ده في ثانيه واحده كده ياخد القيمه بتاعته ويسيف ويقفل تاني. تعالوا نجرب. هنعمل كرييت دايناميك اكشن الايفنت بتاعي بيفور بيج سبمت قبل ما الصفحه تصبمت. تمام، نكتب تايتل برضو هتعمل ايه؟ اعمل بقى انيبل للايتم اللي انت كنت عامل له ديسيبل ده، انيبل الايتم اللي هو الكوميشن. طبعا ده مش هنعمله فاير انشاليزيشن عشان ما الصفحه ما تفتحش، لو انا سبته كده الصفحه هتلود والقيمه انيبل وده مش اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ فجزئيه الفاير انشاليزيشن دي لازم تاخدين بالكم منها. انا دلوقتي عملت له هنا القيمه اهي، تمام؟ مقفول. والقيمه بتاعت الوقت 10%، هل هياخدها ولا لا؟ انا عايزكم تاخدوا بالكم وانا بعمل سبمت انه هيعمل ثانيه واحده كده انه هينيبل الايتم. تمام؟ والقيمه بتاعته راحت. عملنا ايه؟ قبل ما الصفحه تصبمت هو بيعمل انيبل الايتم، فبالتالي القيمه اللي جواه بيبقى فاهمها فبياخدها معاه. ما راحت اهي. تاني الريكورد اهو. تمام؟ خد القيمه معاه. وضحت مهم جدا الايفنت ده، لان انت تقدر تعمل حاجات كتيره قبل البيج سبمت سواء فاليديشن او اي حاجه ثانيه، وفي نفس الوقت بيحل لنا المشكله ان انت تعد عندك فورمه فيها ايتم انت عايزه ديسيبل هتحط فيه قيمه اعتبارا على ايتم ثاني عباره عن سيلكت ليست عباره عن يوزر بيانات يوزر، بس هي مهمه انت عايزها تبقى ديسيبل بس في نفس الوقت تتغير. تمام، ويا رب يكون الدرس واضح وبسيط، ونتقابل ان شاء الله في دروس قادمه ان شاء الله.